لما حنا تساعدتو ليه عمارات القلاوي. عمارات القلاوي؟ لأنه بالنسبة لنا حنا المراكش حنا كنا تراعيتو عمارات القلاوي. كانت فيه محكمة الابتدائية لهي. هادشي تنحكي لك أنا في الخمسينيات. هاكا. أييه. ثم وكانوا في عدد ديال المراكز ديال بعض الشركات الفرنسيه. هذه هي الاكستنسيون اللي دارت بعد المدينه. الاكستنسيون اللي دارت بعد المدينه لا دار كان الملاح زادوا ذوك العمارات اللي كانوا تما اللي يسكنوا فيهم اليهود في 2012 ومن بعد كانت هذه الاكستنسيون اللي دارها قلتي القلاوي. مالوغوزمون ما كناش تنتظروا بان هذا النوفيل كونستركسيون اللي طاح بهذا الزنزال هذا. كنا تنقولوا بلوس المدينه اللي غادي تقاس سي بوغ سا المراكشيين سون كيغيو تيجيو تيشوفو تيقولوا واه هادي سي نوفيل كونستركسيون اللي دارت مود اللي دارت العهد الفرنسيين وداك الشيء حتى واحد ما كان تيخاف ما كناش تنتظروا هاد الشيء يطيح سي بوغ سا بزاف تاع المراكشيين كيغيو تيجيو باش يشوفوا هاد الشيء اللي طاح مي ما تنهضروش على المدينه مالوغوزمون راه بزاف البلايص اللي تقاسوا سورتو الديار اللي ما مبنياش مزيان داكشي اللي كان مبني عشوائي داكشي اللي مبني التراب مالوغوزمون راه لا بلوبار الحوايج راه طاحوا.